أهلا بكم من جديد. خطة ستارلينك خارج خطة حكومة للطوارئ في حال الحرب، ما هي الأسباب؟ معنا مباشرة الزميل نعيم برجاوي ضمن فقرة ريفريش. مساء الخير نعيم. مساء النور لارا. كنا قبل بفقرة ريفريش قبل كنا حكينا كثير عن ستارلينك وعلى أساس أنه تصير موجودة بلبنان. صحيح. شو اللي صار؟ ستارلينك مثل معروف أنه هي إنترنت من خارج الشبكة التقليدية ومن خارج الشبكة التابعة للدولة اللبنانية، هي إنترنت موصولة على الأقمار الصناعية. سمعنا فيها مؤخرا بغزة من بعد ما إسرائيل عمدت على قطع الاتصالات والإنترنت، استخدمت ببعض المستشفيات من أجل يعني البقاء أو الإبقاء على خدمة الاتصالات والإنترنت. ستارلينك بلش الحكي فيه بلبنان من بعد الهجوم على غزة، انطرحت بخطة الطوارئ، أحيل إلى مجلس الوزراء، وزير الاتصالات أحال الموضوع على مجلس الوزراء ليكون عندنا إنترنت بديل عن الإنترنت التقليدي إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء لم يقر خطة ستارلينك. عرفنا أنه وزراء حزب الله ما كتير أساسا كانوا محمسين لموضوع ستارلينك، وما بدنا نخبي على بعضنا، موضوع ستارلينك هو صاحب إيلون ماسك، ومعروف إيلون ماسك هي شركة ستارلينك، شركة أمريكية، ويعني ما ضروري نشرح كتير بس نحكي عن شركة أمريكية. لهيك كان في تحفظ من يعني وزراء حزب الله وحلفائه على موضوع ستارلينك، وبالتالي أحيل الموضوع إلى الجهات الأمنية لتأخذ القرار. أوكي. بدور الجهات الأمنية قالت أنه هذا موضوع من خارج شبكة الإنترنت التقليدي، يعني يعتبر إنترنت غير شرعي، وبالتالي الموافقة عليه بيتطلب بعض الشروط. هون نحط إذا فينا نقول مثل شرط مسبق، والبعض وصفه بشرط تعجيزي، لأنه شركة ستارلينك بتتعامل بمعايير موحدة مع الكل، يعني ما فيك تيجي تفرض عليها شروط انك تقدمي لنا الداتا يلي بتوصلك يلي هي تسمى ديستنيشن اي بي تحديدا. الجهات الامنيه بدوره طلبت من ستارلينك شيء اسمه ديستنيشن اي بي. اوكي. ستارلينك قالت انها ما فيها يعني تمضي على بياض او تقدم تعهد انها تعطي ديستنيشن اي بي، وهذا يعني يعتبر شرط تعجيزي، لانه ستارلينك مثل ما قلنا انه عندها معايير، بالتالي ما راح يصير في عنا هذا. بالتالي ستارلينك هلا حاليا يعني النقاش في اذا فينا نقول وقف. في خطة بديلة وزير الاتصالات عم بيحاول يسلكها ل يعني يكون في اتصال غير تقليدي او شبكة انترنت غير تقليدية مثل ستارلينك يعني. مثل ستارلينك، ولكن الفرق انه ستارلينك هي يعني سرعتها والكباسيتي بتاعتها كثير كبيرة، 160 مرة اكثر من هيدي الشركة اللي عم نحكي عنها هلا انه ممكن تكون بديلة. وبالتالي الموضوع ستارلينك حاليا مجمد للاسف، اذا في حال صار حرب أو أي تصعيد عسكري إسرائيلي على غرار ما صار بغزة ممكن يوقف الإنترنت بلبنان، خصوصا أنه نحن موصولين بالإنترنت بكابل واحد بحري موجود بين لبنان وقبرص. ما نشرح شوي مع الخبير المهندس سلوم الدحداح تقنيا عن موضوع ستارلينك، نسمع بهيدي المقابلة. نحن أول شيء اليوم بأمس الحاجة ليكون عنا إنترنت بديل، لا سمح الله نقطع الإنترنت. ستارلينك هي أكثر شركة موجود عندها ساتلايتس وقدرة تعطينا كاباسيتي بلبنان. اليوم الدولة اللبنانية طالبة أكسس على اللوغز، هذا الشيء بتأمنه شركة ستارلينك مجرد ما يصير في إمضاء معها لأجريمنت. اليوم المشكلة اللي صايرة أنه الدولة اللبنانية عم تطلب من ستارلينك تفتح اللوغز وترجع تمضي أجريمنت، ستارلينك بترفض هذا الشيء وبتعطي أكسس على اللوغز مجرد ما يكون في صار عنا أجريمنت. الحل لهذا الموضوع أنه اليوم الدولة فيها تعطيها رخصة لستارلينك، في حال ستارلينك ما عطتهم أكسس على اللوغز فيها ترجع تسحب منها هذه الرخصة. إذن لارا هذا كان كل شيء بخصوص ستارلينك. شكرا لك نعيم.